أهلا بكم. بنسخة خلافية مشابهة لقانون العفو العام، شق تعديل قانون الأحوال الشخصية طريقه إلى فضاء الخلافات السياسية، وحجز لنفسه مقعدا إلى جانب القوانين الأكثر جدلا خلال هذه الفترة. وفي جدول أعمال مزدحم، عاد إلى الواجهة من جديد قانون الأحوال الشخصية بين جملة من القوانين الإشكالية، الذي يثير انقساما كبيرا ليس فقط داخل قبة البرلمان وإنما في الأوساط الشعبية. النواب الداعمين للتعديل لم يوضحوا لغاية الآن الفقرات التي يطالها التعديل، وهل هو تعديل شامل تحت مظلة القانون الموجود أو تعديل محدود لبعض الفقرات. فيما أعربت اللجنة القانونية النيابية عن استيائها من المعارضة التي تواجه تعديل القانون، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الأطفال، وأكدت أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق. أهلا بكم في حصاد الأيام، حيث نناقش مع ضيوفنا في حلقة اليوم ملفي قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن نناقش الملف الأول مع ضيوفي داخل الاستوديو. رئيس حركة التأهيل النسوي الدكتورة نداء الكعبي، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياكم الله. وأستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور عباس العقابي، مرحبا بحضرتك. مرحباً. وأيضا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذ طلعت كريم، مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتورة. أبدأ مع حضرتك. نعم. جدل واسع في الشارع العراقي وخاصة في مواقع التواصل حول موضوع الأحوال المدنية وتعديله، برأيك شنو أبرز الأمور اللي تجعل اليوم البعض يكون رافض لهذه الدرجة لتعديل القانون؟ تحية لحضرتك أستاذ محمد ولمشاهدي قناة الأيام الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بهذه الأيام، أيام سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. حقيقة أنا يعني مو بصفتي قانونية، لكن أتحدث يعني بصفتي مواطنة ورئيسة منظمة ومختصة بالمرأة. يعني بهذا القانون بجوانب بها ظلم للمرأة، قد تكون من ناحية القانونية هي جيدة، لكن أنا أتحدث من جانب مجتمعي. مثلا على سبيل المثال أنه قضية حضانة الطفل، يعني تعرف حضرتك اليوم احنا عندنا نسب طلاق كبيره وخاصه اعمار صغيره. هسه انا شفت العصر لقاء قناه افاق، ناقشنا قضيه الطلاق، انه احنا الالفينات وش قد الفينات وتسعينات الطلاق. طيب هذه اللي تتطلق والطفل عمره سنه وسنتين او ثلاثه، يعني شلون اذا الزوجه هي تفقد حضانه الطفل، هذا الطفل وين يروح؟ وخاصه اذا الاب هم متزوج، يعني طفل عمره اقل من التسع سنوات، بالتالي هو يحتاج امه حتى اذا الام تزوجت. يعني يعني هذه دا اشوفها في المشكله امام المؤيد للتعديل يقول لك انا ليش انطي ابني يروح يم رجال غريب؟ شنو اللي يضمن لي سلامته؟ زين اتفق ويا حضرتك. طيب واحنا يعني هل من العداله مثلا بنيه عمرها 20 سنه انفصلت تبقى بدون زواج؟ انت حل الموضوع وجاوبني حضرتك. انا ما اقدر وتنحرم من ابنها. طيب يعني منو اللي يربي هذا الطفل؟ ممكن هذا الطفل ايضا ما يكون فقط ويا زوج ام، يكون ويا 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 زوجه اب. منو حن عليه؟ امه لو زوجه ابوه؟ فهاي امور جدليه يعني بيها نقاش هوايه، محتاجه نقاش.
أنا مع تعديل القوانين، يعني أنا مو مع القوانين اللي إحنا قانون الأحوال المدنية يعني من سنة 59. نعم. أكيد الحياة تتجدد، أكو متغيرات بالحياة، بالتالي يجب أن تكون هنالك تعديلات على القوانين. لكن علينا نراعي طبيعة المجتمع العراقي، طبيعة الإنسان العراقي، طبيعة الظروف اللي إحنا نمر بيها. فحقيقة عندي بعض الملاحظات على هذا القانون، قضية إرث الزوجة فيما يخص الأراضي والعقار. نعم. يعني ايضا الزوجه الان يعني انا عرفت انه فقط هي البنت اللي ترث، الزوجه ما ترث يعني حصتها الكامله. هذا ايضا من الاشكاليات. والقضيه الاخرى والكبيره اللي اشوف المجتمع المدني واغلب يعني المواطنين يعني شايفين بها قضيه جدل، قضيه عمر الزواج. يعني احنا يعني احنا بالطبيعي بعض العوائل اغلبنا، انا واحده من الناس متزوجه عمري 14 سنه. فعوائلنا يعني اغلبها يعني تزوج البنات بعمر مبكر. احنا ويا قانون يعني احنا مثلا اللي مذهب الجعفري، احنا ويا المحكمه لازم نعقد عقد سيد. مرات هسه مثلا مستمسكات لما تكون كامله، البنيه جنسيه ابوها، بعض الاشكالات يعني المستمسكات اللي تحتاجها المحكمه، نعقد عقد سيد وبعدين نصدقه بالمحكمه. صحيح. هسه يعني احنا جدليه هذا القانون يعني بها اشكال، يعني ما اعرف ليش المواطنين متضايقين. وين تشوفون المشكله اذا لا القانون؟ هذا ما بي مشكله، انا هذا القانون واقعي ما بي مشكله. ليش؟ لان اني بالمحكمه وعندي منظمه فبها عياده قانونيه، اوقات اكو مشكله مثلا بعض الازواج هم يتزوجون خارج المحكمه، بالتالي لما يردون ينفصلون هو ما يصدق عقد الزواج بالمحكمه. والاولاد يكونون يعني بالبيان ما عندهم جنسيه، فهاي الزوجه تواجه مشكله، واحيانا حتى يعني ما يعترف بهم الاب. ليش؟ لان حتى لا يدفع نفقه للزوجه. فوين المشكله يعني بعمر الزواج؟ احنا هذا واقعنا، نتزوج اعمارنا صغيره وخليه يصدق عقد الزواج، يعني هذا اشوفه يضمن حقوق البنيه. بالوقت الحالي دكتوره اسالك، انه تشوفين اليوم البنت جاهزه للزواج في سن التاسعه من عمرها؟ يعني اذا هي هسه اليوم البنات احنا دا نشوف هي بنيه مواليد الالفينات تبين كانه 30، اذا ناضجه وكبيره. الالفينات عمرها 24 سنه. الفينات هذه ما اقول مواليد 2000، قد تكون مثلا 2006 و2007. لا انا احكي لك اليوم يعني مثلا من عندي مواليد 2015 اليوم جاهزه. نعم. للزواج شوفيها. إيه انا مو مع الزواج المبكر، يعني بالمناسبه انا ما اتحدث عن الزواج المبكر، لكن انا اقول مثلا مرات اكو ظروف رهمت، يعني مثلا بنيه يتيمه الام والاب واجتها نصيب وقسمه زينه، وما اقول الا عمر يعني 9 سنوات تحديدا، قد تكون 12 سنه 14 سنه، ليش ما امشي قسمه هذه البنيه اذا اجاها نصيب زين احسن مما تبقى مثلا يم بيت الجد او الجده؟ في احيان كثيره الزواج ما يكون فقط زواج لغرض الزواج، في احيان كثيره يكون الزواج بحاجه، بمثلا تسهيل امر، بحل مشاكل كبيره. ومرات اكو بعض البنات مثلا عندها مشاكل هرمونيه، بعض المشاكل الاطباء يقولون لازم تحتاج هي زواج، من تكبر بالعمر هذا ياثر عليها. نعم. فاذا مرات الزواج الى حل بعض الاشكالات. جيد. دكتور عباس ارحب بحضرتك مره اخرى، حضرتك داعم مؤيد لهذا التعديل. لكن الكثير من المعترضين على هذا التعديل، شنو أبرز الأمور اللي تجعل هؤلاء يعترضون على التعديل؟ وين الإيجابيات اللي تشوفها والضرورة الملحة لتعديل القانون في هذا التوقيت؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء في الاستوديو وخارج الاستوديو، الأخ الأستاذ طلعت المحترم. ابتداء دائما مثل حصر المواد التشريعية الإسلامية من المستحيل جدا، يعني مسائل الشرعيه الاسلاميه هي مسائل متراميه الاطراف، بعيده، تحمل اكثر من ناس. نعم. فلا يمكن حصرها بقوانين، مهما كانت وصلنا بلاغه في الايجاز وبلاغه في تدوين النصوص، لا يمكن حصر تلك. ولهذا اكد قانون الاحوال الشخصيه رقم 1957 في الماده الثانيه على أنه في حال لم تجد نص قانوني فعلى القاضي أو على المحكمة أن تلتجئ إلى النصوص التشريعية المقاربة للقانون. يعني على سبيل المثال لدينا أمام اليوم بالمحكمة عندما يقدم الزوج أو الزوجة طالبا عقد الزواج، القاضي يسألهم على أي مذهب ترومون عقد الزواج، بينما هو ما أكو نص يبيح للقاضي أن يوجه هذا السؤال، ولكن أكو نص في حال تعذر وجود نص قانوني على المحكمة أن تذهب بالنصوص التشريعية. النص التشريعي يسمح شرعا، يسمح أن تسأل الزواج أنه على أي مذهب تختارون عقد الزواج، فإذا كان على المذهب الجعفري أو الحنفي فلكل واحد منهما
ترتيبات ويعني أمور تلحق به تبعات. المذهب الجعفري باتجاه والمذهب الحنفي باتجاه. المذهب الجعفري لديه مميزات تختلف عن المذهب الحنفي، أبرزها مثلا في مسألة الطلاق، أو خلينا نبدأ من بداية من عقد الزواج. في عقد الزواج يكتب في المذهب الجعفري للزوجة المطالبة بمؤجلها عند المطالبة أو الميسرة، المطالبة والميسرة. في المذهب الحنفي عند أقرب الأجلين والمقصود بها الوفاة أو الطلاق. يعني اليوم الزوجة في المذهب الجعفري بإمكانها أن تطالب بمؤخرها أو مؤجلها وهي على ذمة زوجها. أيضا يلحق ذلك تبعات أخرى. العفو دكتور ولو أقاطع حضرتك، يعتبر دين بذمة الزوج. يعتبر دين، نعم. أيضا في المذهب الجعفري في حال تطلقت الزوجة وتنازلت عن حقوقها البذل، يمكن لها أن تستعيد أو ترد عن البذل خلال فترة العدة. في المذهب الحنفي هذا لا يوجد. مسائل أخرى متعلقة بالحضانة. عندنا بالقانون العراقي بقانون الأحوال الشخصية تدور الحضانة حول مصلحة المحضون. ما قال يعني صح النص يقول على أن الزوجة أو الأم هي الأولى بحضانة الابن، ولكن بما يتلائم مع مصلحة المحضون. يعني فلنفرض أن اليوم الأم غير مؤهلة إلى أن تكون حاضنة لابنها بعمر 5 سنوات الابن، هل من المعقول أن يترك الابن مع الأم؟ بالتأكيد لا، تذهب مع مصلحة المحضون مع الأب، يذهب مع الأب. مسألة الإرث ما إرث، مسألة الحضانة، مسألة الزواج والطلاق. إذن الآن إحنا نعمل بالأمور الشرعية وليس بالأمور القانونية. دكتور إذا تسمح لي، لما البرلمان اليوم يجي ويقعد ويشرع قانون، بالتالي لازم يريد يحل فد مشكلة، فد ظاهرة يعاني منها المجتمع. شنو اللي يدفع مجلس النواب العراقي لتشريع قانون أو تعديل هذه المواد؟ احكي لي الأمور اللي دفعتها لتعديل هذا. المسألة الأولى مسألة الزواج القاصرات. زين. المذهب الجعفري يبيح للزوجة ب9 سنوات، المذهب الحنفي لا يبيح لها. زين. القانون يبيح لها ب9 سنوات؟ بالتأكيد لا. القانون عنده 3 شروط يجب أن تكون متوفرة في البنت، أما بالغة وهذه لا تحتاج أي موافقات. نعم. أو أتمت 15 من عمرها ويتم هنا بموافقة الولي. زين. أو في حال دخولها ل 15 سنة فهنا يحتاج إلى حجة إذن زواج من القاضي. زين. بعد التأكيد من الفحوصات الطبية وأنها عاقلة وبدنيا مستعدة للزواج، يأذن القاضي بإصدار حجة للزواج. تسألني هل أكو قاصرات تحت ال 15 سنة جاي الزوجة؟ نعم أكو، ولكن خارج المحكمة. يعني بعمر 10 سنوات، بعمر 11 سنة تروح إلى المحكمة ما يعقدوا لها. إيش قد نسبة اللي يتزوجن بهذا العمر 10 كثير سنوات؟ كثير جدا. كثير جدا. فشنو راح تضطر تسوي؟ تتزوج خارج المحكمة بعقد شرعي أو ما يسمى بعقد السيد، وبالتالي بعد فنفرض أنه هي بعمر 11 سنة تزوجت يم السيد، بعمر 12 سنة طلقت، بالتالي من راح يحمي حقوقها؟ بالمحكمة ما لها عقد. تعال أثبت واقعة الزواج، وإذا كانت حامل أثبت ذلك وإلى آخره. يمكن تعقد الأمور خلال هذه الفترة، هي ما راح تتمتع بالنفقة، ابنها ما راح يتمتع بالنفقة، فهذا أيضا أمور تعرقلت. أحيانا يتزوجون خارج المحكمة ويذهبون إلى تصديق داخل المحكمة. اليوم تزوج شخص بامرأة أو بنت عمرها 11 سنة وذهب إلى المحكمة قال لهم أنا تزوجت هذه البنت ب10 سنوات، ما على المحكمة إلا أن تقبل الواقع وتحيل الزوج إلى محكمة الجنح، إلى محكمة التحقيق استنادا المادة 10 الفقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية، يحكم أما بالغرامة أو بالحبس لمدة من 6 أشهر إلى سنة. فبالتالي أصبح هو اليوم كأنما مرتكب جريمة، وبالتالي هو الواقعة الزواج حدثت. نعم. فالمسألة هي أشبه ممكن قبل شوية أعطيكم مثل الملك اللي تحلم حلم معين، فدز على مفسرين بالمدينة ففسروا له أنه أبلغوا بالتفسير أنه أنت راح تشاهد عائلتك تموت أمامك، يعني بما معناه انه انت اكثر شخص راح تعيش. نعم. فقطع راس المفسر، يعني شويه صار عنده غضب، دز على المفسر الثاني نفس الشيء، ودز على المفسر الثالث نفس الشيء، الى ان اكو مفسر حكيم في المدينه عرف القصه انه اللي يروح للملك ويفسر له هذا التفسير ينقطع راسه. فبلغه انه انت اكثر شخص راح تعيش بعائلتك، يعني اخر واحد تموت بعائلتك، ففرح وكرمه. بالتالي هي نفس العباره المفسرين، ولكن صياغه الامر تختلف. لا، بعض الرافضين يقول لك لا، احنا شنو نوع زواج القاصرات 9 سنوات وعشر سنوات نسبة الطلاق بالمحاكم عالية جدا وارتفاع مستمر. انت بالتالي بس استاذ محمد العفو ولو وقعت حضرتك، هو زواج القاصرات موجود، هو موجود. طبيعي موجود عندنا. بالتالي يقول لك هذا تشجيع، بس بنترجع للنسب. زيان. مو السبب الرئيسي لان هي قاصرة،
هنالك أسباب اجتماعية كثيرة، مثل راح سأرح أجيك أنا في أمثلة كثيرة وواقع. مثال واحد أريد أن أنتقل الأستاذ طلعت طولنا عليه. لا الأستاذ طلعت يمون علينا الأستاذ طلعت. مسألة اليوم إحنا أكثر بالطلاقات الموجودة يمكن ما تصدق إلا أقول لك يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية وشهادات عليا بجامعات نسب عالية من الطلاق، أو خريجين جامعات نسب عالية من الطلاق، فما عاد أن الطلاق هو مرتبط ارتباط وثيق بعمر البنت، بل بثقافتها والمجتمع اللي يحيط بها. يعني قد أنا أسأل في كثير من الأحيان لماذا أنه حادث الطلاق بين دكتور ودكتورة في الجامعة، يعني تصورون أنه الدكتور والدكتورة أنه هم كيان خاص ما ممكن يطلقون. الجامعات أنا أدرس طلاب، الجامعات المنهج اللي درسه هو منهج تعليمي وليس أدبي وأخلاقي. تقول تعتمد على ثقافتها، يجيك أحد خليني أكون مكان المعترض، خليني أكون مكان المعترض، يقول لك أي ثقافة تقدر البنية تكتسبها وهي بصف الثالث الابتدائي 9 سنوات. نعم زين، هاي مؤهلة لأن تنشئ أسرة وأطفال وترعاهم وتعلمهم وتتعامل مع زوج وعائلة. إحنا عندما اخترنا المذهب اللي ننتمي إليه فنسلم بكل تفاصيله فهو أعلم بذلك، فالمذهب الجعفري هو أباح لنا هذه التفاصيل وما زالت تمارس خارج المحكمة، لماذا لا تقنن؟ بالضبط، فقط هي حتنقل للمحكمة، هي أمر واقع موجودة. إذا تسمحوا الأستاذ طلعت كريم أرحب بحضرتك مرة ثانية. أنا أسألك شنو أبرز اعتراضاتكم؟ خلينا نبدأ بموضوع السن القانوني للزواج، ويقول لك إذا اليوم أنتم معترضين ليش نخلي السن القانوني 9 سنوات؟ انت ذا القانون ما يسمح له هو يتزوج برا 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة ويجي يزوجه تصديق زواج خارجي وانتهى الموضوع. اذا على شنو اعتراضكم؟ تحية لحضرتك ولضيفيك العزيزين. انا اعتقد يعني اتناول الموضوع من جانب سياسي، وخصوصا ان مسألة طرح القانون هي هذه ليست المرة الاولى، وبالتالي يعني تكرار طرحها بمناسبات تكاد تكون الغرض من عندها إشغال الرأي العام عن قضايا ملتهبة وحساسة بالوضع العراقي. وإحنا اليوم يعني الآن العمر التغيير يعني زاد عن 20 سنة، والمشاكل وعملية تدوير المشاكل أو الأزمات مستمرة في هذه الدوام. عملياً اليوم طرح هذا القانون على ما يبدو هي والذي قدموه إلى البرلمان كمسودة تعديل هي جهة محافظة يعني، وهذا لاحظنا من خلال التصريحات بعد ما سحب من جدول أعمال المجلس. تصريحات من يتبنى هذا المشروع تحدث عن مظلومية وعن كذا 1400 سنة وغيرها، في حين أن إحنا في نظام جديد، نظام ديمقراطي سياسي نسبي يعاني من غياب العدالة الديمقراطية الاجتماعية، يعاني من عدم تطبيق فقرات عديدة بالدستور اللي تخص أيضا بمسألة تحقيق المساواة والعدالة بمادة 14 من الدستور العراقي، والدستور العراقي دستور مدني ديمقراطي. بالتالي هذه التفاصيل والحديث عنها هي ما جاء في النص المقترح، المسودة المقترحة التي تم سحبها، هي يجوز يتفق وياي الضيفين العزيزين الدكتور عباس، هي نص إنشائي، لكن فيما بعد تضاف له مدونات، وهذه المدونات هي تدخل بالتفاصيل. احنا نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 59، يعتبر هو من أرقى القوانين الأحوال الشخصية على مستوى المنطقة. إذا ما بالتالي يقول لك التعديلات اللي حصلت هي تعديلات بسيطة، مو ذيك التعديلات، ما الموضوع يستوجب الشارع والكثير من النواب والناس يعني يثورون بهذه الطريقة وهذه الضجة اللي أحدثوها. لا بالتأكيد الذي اعترضوا على القانون مثل المؤيدين للقانون هناك مبررات، وهذه المبررات هو أنا أريد أعرف من خلال حضرتك شنو المبررات اللي تشوفوها. مبررات الرفض القانون الأحوال الشخصية معمول به، وأعتقد هو لم تنتج عنه خلة يعني معينة، إنما بالفعل ربما يحتاج إلى بعض التحسينات أو التعديلات. لكن احنا بالقاعده العامه احنا دوله مواطن، يفترض ان ننشد دوله مواطنه. بالتاكيد تقسيم المجتمع الى سلطه مذاهب، على يعني يجوز يتفق وياي دكتور عباس، على حساب السلطه القضائيه، هنا القضيه تشكل خطرا. هذا من جانب فصل السلطات او جانب المحافظه على استقلاليه القضاء. بجانب اخر
العملية تماسك الأسرة هنا راح نشهد أكو تفكك أسري. ليش أستاذ طلعت إذا تسمح لي أقاطعك، بالتالي هي أسأل عند العقد القاضي يسأل الطرفين على أي مذهب تحب أعقد لك وأخلص الموضوع، يتم بموافقة الطرفين والقوانين الميراث والتقسيم غيره كل من يعني يتعامل مع القانون حسب المذهب المتبع. إذن هو السؤال هنا توضيحك جيد. إذن السؤال هنا طالما القانون رقم 188 راعى هذه المسألة، إذن لما الحاجة إلى إقرار تعديل في مسودة تثير لغط وتثير شكوك إن القضية يراد منها أنه تفتيت لحمة المجتمع العراقي، بالتالي البناء الفوقي للنظام السياسي. ليش تفسروها؟ لأن النظام الفوقي النظام السياسي المبني على المحاصصة يريد أن يكرس جذور هذه المحاصصة في العمق الاجتماعي. احنا نتحدث عن وحدة البلد، نحن نتحدث عن وحدة عراقية، نتحدث الآن الجارة إيران الجمهورية الإسلامية إيران في قانون أحوالها الشخصية، هل يسأل المتزوج أو المتزوجة عن أي مذهب أو على أي لا؟ بالأول هو راح يشترط على القانون يتزوج وفق القانون، لكن إذا عنده إشكال معين ممكن أن يذهب. إذا هيك اعترضوا حتى على القانون الحالي. لا، القانون الحالي هو ليش الاعتراض على هذا القانون؟ بالعكس، يعني على العكس، القانون الحالي هو باستدلالات، ويعرف أستاذ الدكتور عباس باستدلالات، هي مو قضية واضحة. الاستدلالات اللي وضحها في بداية حديثه دكتور عباس، نعم. يعرف الآن لكو جهات، مثلا جهات في مؤسسات دولة تطلب عقد الزواج، من خلال عقد الزواج راح يتضح لها هذا المتزوج هو على المذهب الجعفري او على المذهب الحنفي. جيد. يعني استاذ طلعت حتى نستثمر الوقت، انا اليوم لما اعترض على موقف او قضيه معينه بالتالي لازم احدد الامور اللي اعترض عليها واشكل عليها واشوفها خطا، اريد تلخص لي ابرز الامور اللي معترضين عليها بنقاط. انا تحدثت القانون هو قانون انشائي، الحديث فيما بعد، هاي عمليه مدروسه يراد منها اشغال والهاء الشعب العراقي او المهام الواجبه على البرلمان العراقي ان يخوض نقاشات على تفاصيل واسعه جدا على ضوء تصورات كل مذهب. ماذا عن المذهب؟ عندنا مذهب جعفري ومذهب حنفي، ماذا عن المذهب الشافعي؟ ماذا عن الاديان الاخرى الموجوده؟ اذا احنا مقبلين على تقسيمات لا تكتفي بهذا القانون الذي يضمن أو يضمن ارتياحات جهة محافظة أنه يزوج أبناء مذهبه بهذه الطريقة، أو يقسم الميراث بهذه الطريقة، أو يحرم الميراث للمرأة بهذه الطريقة، أو لكن هناك على حساب ماذا؟ هسه أيضا تفضلوها الأساتذة الضيوف، على حساب ماذا نحتاج إلى قوانين حقوق الطفل؟ نحتاج إلى قوانين تنظم عملية العنف الأسري، نحتاج إلى قوانين، أليست هذه أولويات؟ حتى تكمل رؤية حاضرة ومستقبلية لبلد مبني على التداول السلمي للسلطة، مبني على أن يكون على دستور هو يضمن الكثير من الحقوق وينظم الحياة، يراد أن تكون هناك قوانين هي مستوحاة أو مستمدة من روح الدستور في أن تكون مناسبة للمواطن. الآن الشارع يغلي بشيء آخر، والأحزاب السلطة الآن منشغلة بإقرار قوانين ممكن الوقت الحالي ليس وقتها الحالي، وتريد أن تشغل الشارع أو على حساب يعني ربما انتخابات قادمة، ربما تنافس على تحقيق كما يراد أن يسموه لمصلحة المذهب أو غير ذلك. هذا لا يدعو وليس له ضمانات مستقبلية الخوض في هذه التفاصيل، أن يكون هناك واحدة لبلد مثل العراق. هذا التنوع الموجود فيه يجب أن يكون عامل قوة وعامل إثراء وليس عامل انقسام، وبالتالي كل طائفة هي أيضا هي تمثل أيضا إشكالية بالبداية حديث على القضاء العراقي. جي. هذا شي يصير القاضي إذا هو يتعامل ويا عشرات الفقهاء والمقلدين وغير ذلك، وحتى في داخل المذهب الواحد ربما أكو اختلاف على مقلد أو على مرجع وآخر،
بالتالي هذه الإشكالية المواطن راح يدخل في عمق تفاصيل تمزق نسيج وحدته الاجتماعية وغيره. واعتقد يعني هذا عمليا لفت الانظار او جذب الانظار الى واقع غير كلها لحد الان توقعات وبعد الموضوع انشائي. لا لا بي هذا انشائي بس هو راح يدخلك بدوامه في حال ما تم الاصرار على اعاده طرحه في الجلسات القادمه. بالتاكيد هو سيهيئ ارضيه اخرى بها احتقان طائفي، ولاحظنا يعني ما يعني في كل سهوله كل ما نريد ان نغادر مربع الاحتقان الطائفي او مربع. استاذ طلعت ليش تاخذون الموضوع الطائفيه؟ شنو اللي راح يتغير بالموضوع؟ انا ليش شنو اللي يتغير؟ اللي يتغير انت تحدث لي على النظام الحالي او المنظومه الحاليه، هي مبنيه على اساس المحاصصه اللي ضيقت بمحاصصه طائفيه اثنيه ارقيه. وشوف حال البلد في تشريع القوانين الآن، مضى على الجلسة أو الدورة الحالية لمجلس النواب، هذه تعتبر من أسوأ الدورات النيابية قياساً بالدورات النيابية السابقة، في مسألة إقرار، في مسألة إقرار وتشريع القوانين، في مسألة الدور الرقابي، في قضايا كثيرة. انشغالها بهذه المواضيع، والآن الشارع يغلي، الآن 6 محافظات عراقية جيد تعاني من الخدمات، وهذا كله يراد منه اشغالها بمطالبها. تسمح لي انا اناقش طلعت القضية مهمة. انا شوية اختلف معك بموضوع الطائفية دكتورة اذا تسمحين، يعني الطائفية وادخالها بهذا الموضوع. اريد ان اناقش بالضبط استاذ طلعت قضية الطائفية شنو ادخالها بقانون. اليوم احنا تفضل استاذ طلعت يعني متفضل نتحدث انه الشارع يغلي واحنا عندنا نقص خدمات. احنا نفرح مجلس النواب اليوم هو مقسم لجان، اي لجنه عملها اليوم لجان يعني اقرار قوانين، تعديل قوانين، بالتالي هذا عملهم. هسه انا مو ويا القانون، لكن يعني اكو نقص خدمات، كهرباء موجوده، محافظات تغلي، هذا عملهم، كل انسان يؤدي عمله، وزاره الكهرباء تؤدي عملها، مجلس النواب يؤدي عمله. القضيه الاخرى ربط القانون بالقضيه الطائفيه اطلاقا ما له علاقه بالقضيه الطائفيه. احنا واقعا اليوم خلينا نتحدث بواقعيه، هوايه من الاخوه يتبعون المذهب الحنفي هم يجون يعقدون على المذهب الجعفري، وهذا الدكتور يدري ليش، لان بيه حفظ لحقوق المراه فيما يخص المقدم والمؤخر. فدائما انا هواي اشوف بالمحاكم انه هم يعقدون ويختارون على المذهب الجعفري. بالمناسبه انا عشت 15 سنه. شنو اللي يجبر حتى للتوضيح، شنو اللي يجبر انه الشخص يغير المذهب اثناء العقد؟ بحقوق للمراه بالزواج، يعني مثلا بالمذهب الحنفي انه هي تاخذ حقوقها بعد الطلاق او في حاله وفاه الزوج. بالمذهب الجعفري هي لها حق المؤخر وهي على ذمة زوجها، الطالب بهذا يعني المؤخر لها حق تاخذه، يعتبر دين في ذمة الزوج، يعني مو الا هي تنفصل وتتطلق يلا تاخذ المؤخر مالتها. فهذه واحد من الحقوق اللي تضمن حقوق المرأة. فالكثير من الفقرات بيها بهذا القانون الجعفري يضمن حقوق الزوجة. احنا اليوم يعني احنا هسه من نعقد بالمحاكم الا نعقد عقد سيد. القانون ما جافت شيء غير اشياء موجوده بالمجتمع حولها للقانون للمحكمه، ولا هاي الاشياء موجوده، زواج القاصرات موجود. بخصوص الميراث يقسم بحسب المذهب، شنو المشكله اذا الطائفيه مو اذا تعترض على الموضوع الطائفيه فهو موجود بهذا القانون؟ لا موجود وده يطبق تطبيق واقعي يعني وعملي موجود عندنا. هو ايش سوى القانون؟ الاشياء الموجوده خارج المحكمه جابها ورجعها ودخلها للمحكمه من اجل ضمان حقوق الزوجات، لان اكو مشكله عندنا. يعني مثل ما تحدث الدكتور مرات اكو مثلا عندهم نقص بالدوكيمنت، الاوراق، عمر الزوجه ما تعقد بعقد المحكمه، يروحون يعقدون عقد سيد، عندها 2-3 اطفال، انفصلوا. هذا الزوج مرات ما يصدق لها العقد، بالتالي الاولاد شنو مصيرهم؟ شنو نفقتهم؟ حتى ما يعترف بيهم حتى لا تروح وتشتكي عليه بالمحكمه. الاعتراض وراء عن الانظار. نعم بالضبط بالضبط. الاعتراض كان على موضوع الحضانه يمكن وتغيير عمر اختيار الابوين من 15 الى 7، شلون تشوفين هذا الموضوع؟ يعني انا قضيه الحضانه عندي ملاحظات عليها، يعني بصراحه انا القانون مو ويا القانون جمله وتفصيلا.
احنا دا نقول عندنا ملاحظات على هذا القانون، بالتالي هو اي قانون يطرح هو يعني قبل هو ملاحظات على القانون الحالي لو على المقترح اللي طرحه مجلس النواب للتعديل اللي هو قانون يعني سنه 59 قصد حضرتك لو الجديد طرح مجلس النواب. انا عندي على الاثنين ملاحظات. احكي لي ابرز ملاحظاتك. يعني انا ذكرت لحضرتك ملاحظاتي فيما يخص الحضانه، يعني مثلا الزوجه اذا هي مطلقه ولها حق تتزوج ليش تروح من عندها حضانه الطفل؟ يعني هاي مشكله انا اشوف بيها يعني اهدار لحقوق الطفل. الطفل يعني ممكن الاب ايضا يتزوج، الزوج الطفل افضل لو هي زوج امه لو هي زوجة ابوه. يعني هاي مشكله انا اشوف الاطفال يعني هم بسن الحضانه لحد عمر 11 سنه ويا الام اكثر يعني. جواب هذا التساؤل اريد اسمعه من الدكتور وارجع انطيك الوقت. دكتور شلون تشوف هذا الموضوع انه ليش مثلا الام تحرم من ابنها وعمره سنتين في حال ارادت انه تروح تتزوج؟ هذا بالقانون الوضعي ام بالتعديل قصدك؟ لا بالتعديل الجديد. بالتعديل الطفل يصير للاب حتى لو كان عمره سنتين اذا الام رادت تتزوج، حتى اذا كانت لم تتزوج بحسب طبعا هم المجلس النواب اوعز الى لجان تشكل في المجلس في الوقف الشيعي والوقف السني. زين. يدونون مدونه الاحوال، مدونه الاحكام الشرعيه للاحوال الشخصيه. مدونة الأحكام هذه راح يذكر بها كل التفاصيل. زين. العقد، الحضانة، المهر، الإرث وغيرها الأمور المتعلقة بمسألة الزواج، فهذا يترك إلى المدونة. هسه المذهب الجعفري نعم بسنتين ممكن أن يأخذ الأب الحضانة. تسألني بالقانون يجيز للأب أن يأخذ الحضانة بسنتين؟ ما مذكور نص، ولكن النص أكو نص يعني اللي حالات خاصة هذا. لا على الأغلب النص شو يقول؟ يقول الأم أولى بحضانة الابن ولكن تدور حول مصلحة المحضون. أحيانا الزوجة غير صالحة لأن تكون حاضنة فيذهب إلى الأب. القانون الجديد اللي راح يدون يفترض بالسنتين حسب المذهب الجعفري بالسنتين تكون الحضانة عند الأب، وهذا أيضا ما راح تكون حضانة مطلقة عند الأب، راح تكون قد تكون حضانة مشتركة ما بين الأم والاب، لان اليوم الماده 57 هي محل خلاف ونقاش. بعض يشوفه يقول لك مو انصاف انه بعمر سنتين بعمر سنتين يقدر الاب يرعى طفل بعمره سنتين وهو عنده التزامات وواجبات وعمل، وتحرم ام من ابنها بهذا العمر. مو هي اصلا اذا ترجع لها من 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 منظور اخر راح تقيد الزوجه بالعدم تعكير صفو العائله. احيانا الزوجه تتعمد في تعكير صفو الجو حتى الزوج يطلقها، لان هي متاكده انه الحضانه راح تكون عندها، فتستغل كورقة ضغط ضد الأب، وهي ما موجودة حاليا بالمحاكم، أنه الزوجة بما أنه هي مطمئنة الأولاد عندها مباشرة يعني مسألة الطلاق عندها مسألة شخصية وسهلة. صح هو العصمة بيد الرجل، ولكن يصل الرجل أحيانا إلى أنه يدفع أموال في سبيل الطلاق، وهي ستأخذ الأموال نفقة خلال 3 أشهر ونفقة الأطفال وتذهب إلى الرعاية الاجتماعية لتكون هاي راح يصير عندها 3 موارد. هذه مشكله فعلا، هذه من المشاكل الحقيقيه. راح يصير عندها 3 موارد ماديه، وبالتالي راح تحرم الاب من مشاهده الحضانه. يعني القضاء على عجاله اذا حكم مشاهده للاب يوم واحد في الاسبوع احيانا، بس ما ذكر انه في حال ما اجت الزوجه ومعها الابن شنو اللي يصير. فبدت انه اول اسبوع ما تجي وثاني اسبوع ما تجي وتصل الى 4 أسابيع ما تحضر، الى ان احدهم قام دعوه لدى محكمه الأحوال الشخصية طالبا بانتزاع الحضانة من الأم، وميزت القرار وجاء القرار التمييزي أنه إذا لم تأتي الأم ب4 مرات متتالية تسحب منها الحضانة. فشنو هنا التفت على القرار الزوجة الأم؟ أول أسبوع ما تجيبه وثاني أسبوع ما تجيبه الثالث تجيبه حتى تكسر القاعدة. وبعدها حتى ما يسحب منها حتى ما يسحب، وبعدها أيضا يشوفه بالأسبوع الرابع وتأخذ 3 أسابيع ما تجيبه. فهذا الالتفاف. الآن موجود ظلم على الأب انه بالشهر يشوف ابنه مرتين او 4 مرات. ايوه، بالتالي تيجي تريد تحول هذا الظلم على الام. هم ما راح نحوله على الام، ممكن ان يكون هنالك المدونه هي اللي راح تحكم. لحد الان احنا ما نريد نسبق الاحداث. المدونه ممكن ان تقسم براي الفقهاء انه اداره الحضانه ما بين الام والاب وهو الافضل من ان يترك الى جانب. اذا تسمحوا لي تجاوزنا على وقت الملف الثاني. اذا مشاهدينا في زحمه القوانين يبرز ايضا قانون العفو العام كواحد من اكثر التشريعات اثاره للجدل، وينقسم الرأي العام حول هذا القانون بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو المصالحة الوطنية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي، ومعارض يخشى أن يؤدي إلى تفشي الإفلات من العقاب وتقويض سيادة القانون. الزميل شيبان سامي عد لنا هذا التقرير حول هذا الموضوع فلنتابع.
منذ 8 سنوات وما زال قانون العفو العام محل خلاف بين الأطراف السياسية الفاعلة على مدى الحكومات المتعاقبة التي طالما ما كانت ترحله بسبب غياب التوافق، لكن اليوم أصبح هذا القانون على طاولة مجلس النواب الذي طرح للقراءة الأولى بعد اتفاق سياسي على تعديله. بالنسبة للعفو العام أعتقد أنه هذا مشروع يعني طلب جماهيري عام، أنه لابد أن يكون لأن إلى شروطه وإلى أساسياته بالموافقة عليه هذا، خاصة إذا كان القانون العفو العام ما يشمل الإرهابيين، وهذا شيء مهم جدا طبعا. القانون يحتاج إلى انعقاد جلسات دون أي اعتراض وإتمام القراءتين والتصويت عليه بعيدا عن بعض الشخصيات التي تتصيد بالماء العكر مستغلة قانون العفو من أجل خروج بعض الإرهابيين من داعش التي تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. يجب أن يبتعد قانون العفو العام عن المساومات والمزايدات السياسية، وأن يشمل به فقط الناس الأبرياء، وأن يبتعد مثل ما ذكرت عن كل ما يمت للسياسة بصلة. اليوم الكثير من المواطنين يطالبون بخروج الأبرياء، ولا يجب أن يشمل بذلك من تسبب بإراقة الدم العراقي الكثير. أيضا هنالك بعض السياسيين يحاولون جر الموضوع إلى تبرئة الكثير من الدواعش في السجون العراقية، هم من تسببوا بالانفجارات وبالثلاثاء الدامي والأربعاء الدامي. تعديل قانون العفو ربما يرى النور اليوم داخل قبة البرلمان، خصوصا وإن الكثير من الأبرياء تنتظر الأيادي ترفع للتصويت عليه. من بغداد شابان سامي، الأيام الفضائية. أرحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن أستاذ طلعت، أرحب بحضرتك، أسألك عن قانون العفو العام وأهميته في هذا التوقيت، وما هي الأسس القانونية لقانون العفو العام وتشريعه؟ تفضل. يعني أنا بالتأكيد مسألة القانون العفو العام الآن القضية فيها رأيين، يعني رأيي وهو بالبداية يجب أن يكون قانون العفو العام يشمل كل المكونات بالتأكيد، باعتباره هو مثل ما أشاره في التقرير، باعتباره هو أيضا مطلب شعبي وإنساني وأيضا سياسي، فيجب الوقوف عنده بشكل يعني بشكل لا يدعو إلى الشكوك أو التشكيك بإرادة سياسية عن إرادة سياسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، أنه هو القضية تتعلق بالتخوفات اللي تخص قانون العفو العام، خصوصا ما يتعلق الإرهابيين أو المتهمين بالإرهاب أو المحكومين بالإرهاب. يعني هذه القضية تعرفون جيدا هي قضية حساسة بالتأكيد، هو التعديل راح يكون في هذه في تعريف أو في وصف الإرهاب. هو أنا أسألك شلون يكون تحديد من يستحق العفو العام من عدمه؟ يعني احنا شوف عندنا اشكاليه دائما مو بالتشريع، مره بالتشريع عدم وجود قانون او تشريع قانون، ومره بوجود تشريع قانون ولكن في عمليه تنفيذ القانون. تعرف القانون رقم 27 سنه 2016 ايضا هو هذا القانون اجرى عليه تعديل ثاني، هو ايضا حاول ان يعطي تعريفات او حاول ان يعطي بعض التوضيحات حول القضايا المحكومه أو الغير مشمولين بمسألة العفو العام، وهي تقريبا أكثر من 38 حالة، يعني سواء كانت إرهابية أو تمس أمن الدولة أو تتعلق بقضايا سرقة آثار أو اختلاسات أو غير ذلك، ولكن أكو حالات أخرى هي أيضا هي مشمولة بالعفو العام. يعني هذا المبدأ العام في عملية يعني تنفيذ أو تطبيق القانون أو في من حيث إجراء التعديلات على قانون العفو العام. في فقرة التعريف للإرهاب بالتأكيد هي قضية حساسة ويجب النظر إليها يعني كمصلحة وطن، وبالتالي عدم أن يكون هناك تأكيد تام على عدم خروج أو يعني حصول خرق في القانون أن يسمح لخروج إرهابيين قتلة ساهموا بسفك دماء العراقيين. بالتالي ولكن أكو من جانب آخر ينظر إلى أنه أكو مناطق هذه كانت تحت، خصوصا بعد 2014 كانت تحت وجود وسيطرة الإرهاب، بالتأكيد هي لم يتمكنوا من الخروج أو الهروب خارج مدنهم، بالتالي بقوا ضحية
ضحية وجود هذه الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية. بالتالي أصبحوا لكن موضوعهم خطر. مو كل الأشخاص اللي بقوا تحت الضغط بالنتيجة صاروا إرهابيين. يعني هذه القضية يجب يعني مراعاتها. وبالإضافة إلى ذلك يعني الإشكالية اللي سببت على القانون العفو العام سواء بس وضح لي هاي النقطة، شلون هذه القضية يعني لازم مراعاتها؟ اليوم الشخص اللي حتى وإن كان تحت الضغط إذا أصبح إرهابي وتورط بقتل الأبرياء ودماء العراقيين شلون ممكن راعيها؟ يعني هذه طبعا صعبه، يحتاج لها ادله وبراهين، وهي تعتمد للاسف يعني تعتمد بشكل خاص، خصوصا هذه اللي دعت لل يعني احدى المبررات العفو العام، قانون العفو العام، هي مساله المخبر السري، اللي نظام المخبر السري من 2000 اللي يقر او في من 2006 ل 2010 اعتقد في زمن رئيس الوزراء الاسبق نور المالكي. هذه ايضا بالتعديل او الثاني كانت هناك مراعاه لهذه القضيه، اعاده محاكمه المخبر السري، يعني اللي كانوا موجودين عن طريق المخبر السري ممكن ان يعاد، هذه ضمنها قانون التعديل. لكن جيد استاذ طلعت. دكتوره ارجع لحضرتك، لماذا تم التغاضي عن قانون العفو العام خلال جلسه البرلمان الأخيرة؟ وأيضا أسألك عن أبعاد وتأثير قانون العفو العام مجتمعيا في حال تم إقراره. يعني هو من ناحية سياسية إجا بوقت مناسب، صارت هواية يعني بعض الكتل السياسية تقول إنه هنالك طائفية، هنالك لدينا سجناء، نحتاج إلى قانون العفو العام. فقانون العفو العام فعلا له تأثير كبير في جانب المصالحة الوطنية. لكن من ناحية مجتمعية أيضا هواية مسجونين مظلومين يعني يحتاجون قانون العفو العام، أو أحكامهم بسيطة منتظرين القانون حتى يرجع للحياة. يعني هواية شفت أني بجروبات هواية مع يعني المطالبين بقانون العفو العام، هواية أكو عوائل سجناء بس ينتظرون اللحظة أنه يجي قانون العفو العام حتى يطلعون يعني شبابهم ولدهم آبائهم من السجن. من ناحية مجتمعية تأثيرات إيجابية، أنه مثل ما ذكرت لحضرتك، لكن بنفس الوقت أكو مجرمين إرهابيين لهم تأثير كبير. يعني اليوم ارتكبوا جرائم قد يكون ويا داعش، يعني ارتكبوا جرائم كبيرة، بالتالي يعني ما معقولة هل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. واحد مجرم ومحكوم عليه مجرد يجي قانون العفو العام ويطلع، طيب هذا راح تكون الجريمة، أي واحد يستهين بالعقاب يقول لك أنا أدخل سجن كم سنة، يجي قانون عفو عام وأطلع بغض النظر عن الجريمة. أنا أشوف شوية لو يعني يتم بها تحديدات نوع الجريمة، نوع العقاب، يعني ما معقولة واحد إرهابي يستوى ويا واحد مثلا سارق أو مثلا جريمة بالخطأ أو حدث، يعني تختلف طبعا هي الجرائم، لكن أكو جرائم كبيرة تتعلق بالأمن القومي، تتعلق بقضية الأمن. هذا التفصيل والتقسيم أريد أسأل به دكتور عباس، شلون راح يتعامل القانون العفو العام مع موضوعة أربعة إرهاب وكل من مشمول به بهذا المسمى هذه المادة؟ طبعا يمكن راح تتفاجئ أنت والسادة المشاهدين أنه أكو لغط صار حول موضوع قانون العفو العام. الكل يتبادر في الأذهان أن قانون العفو العام راح يصدر قانون جديد ويشمل أبنائهم وآبائهم وعوائلهم وغيرها، وأخذ صدى واسع في التواصل الاجتماعي، لكن هو ليس بهذه الفكرة. قانون العفو العام لسنة 2016 أصبح نافذ يوم 25/8/2016، يعني يوم 26 ما يشملهم، اللي يرتكب جريمة يوم 26/8/2016 ما يشمل، من 25/8 ونزولا ينشمل، ولكن باستثناء بعض الجرائم، جرائم المتاجرة بالأسلحة الكاتمة، جرائم المتاجرة بالآثار، مجموعة جرائم من ضمنها الجريمة الإرهابية. عرفوا الجريمة الإرهابية كل فعل أدى إلى الوفاة أو عاهة مستديمة أو كل من قاتل القوات المسلحة أو قام بتخريب مؤسسات الدولة يعد إرهابيا وغير مشمول بالعفو العام، فانتهى الموضوع وراح. الآن السيد رئيس الوزراء في برنامج الحكومي توعد انه يعدل هذا القانون، بيعدل انه جريمه الانتماء الى التنظيمات الارهابيه. هسه احنا عرفنا الجريمه الارهابيه، لا اكو جماعات انتموا الى التنظيمات الارهابيه، شأنهم شنو بهذا الموقف؟ يعتبرون ارهابيين ام غير ارهابيين؟ يشملون بالقانون ام ما يشملون؟ هذا التعديل اراد اضاف هذه الجزئيه، عرف التنظيمات، قال اذا تلاحظ بجدول الاعمال يذكر في عجز الماده الرابعه الفقره الثانيه اللي هي ذكرناها الجريمه الارهابيه باستثناء من قام بقتل القوات المسلحه وغيرها. مثلا وفي نهايتها مثلا يعني اكو شخص اليوم منتمي للتنظيمات الارهابيه
وشارك بعمليات ونصب العبوات وغيرها وغيرها، كيف يتعامل مع هذا؟ يعتبر جريمة إرهابية. لكن التنظيمات الإرهابية شنو اللي راح تنضاف هاي؟ زين، التنظيمات الإرهابية هو كل من جنده. اليوم أنا أجند إرهابي، أعتبر هنا يعني رادوا يضيفوها، كل من جنده أو قام بعمل إرهابي أو وجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية. يعني مجرد أنه يكون اسم شخص في سجلات التنظيمات الإرهابية يعتبر إرهابي وغير مشمول بقانون العفو العام. راح تسألني زين، هذا شنو الموضوع؟ أو موضوع مو 2016 وانتهى؟ إلى الآن بعض الشخصيات وجدت أسماءهم في سجلات التنظيمات الإرهابية وبقي وضعهم غير يعني موضوع ما انتهى. هل هم بثواني معدودة المخبر السري أطاح بالكثير من الأبرياء، كيف سيتعامل القانون مع هذا الموضوع؟ أيضا القانون العفو العام 2016 نعم أوعز إلى الفئات اللي ذكرتها حضرتك اللي تحاكموا أو اللي سجنوا بسبب المخبر السري. نعم. تقديم طلب إلى لجنة قضائية مختصة، خصصوا لجنة قضائية تنظر في هذه الطلبات، وهذه الطلبات تعرض على السادة القضاة على هذه اللجنة، ويتأكدون من مدى أنه صحة الاتهامات الموجهة إليهم، كأنما مسألة إعادة محاكمة. فإذا لم ينصفهم القضاء من وجهة نظرهم فأعطاهم مرحلة للطعن بهذا القرار أمام لجنة أخرى. نعم. إذن أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور عباس العقابي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، ورئيس حركة التأهيل النسوي الدكتورة نداء الكعبي، شكرا جزيلا لحضورك، وأيضا عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذ طلعت كريم، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا، ختام حلقة اليوم بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكون العربي أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يشدد على ضرورة استمرار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. هيئة النزاهة تؤكد عدم تدخلها في عمل الوزارات والمؤسسات خلال إجراء التحقيقات في شبهات الفساد. وزيرة الهجرة تعلن عودة أكثر من 800 نازح من مخيم شاريا في دهوك إلى قضاء سنجار. البنك المركزي العراقي يحذر من تداول أوراق تذكارية فئة مليون دولار أمريكي. مشاهدينا، حصاد الليل انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.